أهلا بكم مشاهدينا إلى العربي اليوم من التلفزيون العربي في لندن وفيه. الإمارات تعلن انسحابها من عدن جنوبي اليمن، ومعلومات للعربي تؤكد أن الانسحاب تم قبل أيام ومن كامل الأراضي اليمنية. يوم سادس من الاحتجاجات في العراق، عشائر البصرة تطالب بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات، الصدر يحذر من سيناريو سوريا واليمن، ورئيس الوزراء يرفض الاستقالة. وفي لبنان عون يطلب من الحرير الاستمرار على رأس حكومة تصريف الأعمال، الجيش يعيد فتح الطرق الرئيسة، ووزارة التعليم تعلن استئناف التدريس غدا. المرشد الإيراني يتهم واشنطن والأجهزة الاستخباراتية الغربية بنشر الفوضى، والولايات المتحدة ودول الخليج تفرض عقوبات جديدة على 25 كيانا مرتبطا بإيران. قالت القوات المسلحة الإماراتية في بيان إن قواتها العاملة في عدن باليمن عادت إلى أرض الوطن بعد تحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية. وأضاف البيان أن عملية تسليم مدينة عدن للقوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفق استراتيجية ممنهجة. وعلم التلفزيون العربي أن الانسحاب الإماراتي تم يوم الأربعاء الماضي ومن جميع الأراضي اليمنية. حان ميقات الرحيل وأزف أوانه، وقد ضربت له منذ أن بدأ أن الحرب في اليمن خاسرة مجهولة الخواتيم مواعيد كثيرة. وطئت أبو ظبي أرض اليمن شريكة في تحالف توارت حماية الشرعية عن قائمة أهدافه، واستبدلت برغبات الهيمنة والنفوذ، ثم انسلت خفية إلى أراض قصية في الجنوب، وفيرة الخيرات مطلة على الموانئ محل الطمع، هناك حيث لا حوثيون يقاتلون ولا خطر داهم يدفع. ضاق الناس بسطوة تلك القوات وتحدثوا عن سجون يعذب فيها كل مخالف معارض، وعن أراضي الخصب تقتطع خالصة لهم في سقطرى وغيرها. ما دبر وأضمر لسنوات سريعا ما ظهر وتكشف حين عقد عزم الرحيل، وبدأ أن الخليج يمر بالتوتر ومقبل على أحداث جسام. فتساءلت أبو ظبي عن البديل، ولم تجد إلا ميليشيات وأحزمة صنعتها لنفسها تمدها بالعتاد وتوقظ في النفوس أهواء الانفصال القديمة. صارت خصما وخصيما للشرعية في الجنوب، وانتزعت سلطتها على عاصمتها المؤقتة عدن، وتغلبت مغلبة أطماعها على ما أضحى تحالفا هشا، ثم اندفعت دون قيد لا تواري عونها للمنقلبين قبل أن تفرضهم طرفا في حوار يدار في جدة ويصنع منهم شركاء السلطة والمصير. غادر الحليف دون أن يلتفت خلفه، فيرى من دخل حرب اليمن بسقوف عالية يبحث عن الخلاص. قيل إنه يتفاوض سرا مع الحوثيين بعد أن بدا مثقلا بالهزائم ونفطه المهدور لم ينتصر له أحد. ثم ظهر الحوثيون يعرضون الهدن، والمملكة شاكية تطلب العون ولا تجد. قيل إنها وافقت على أنصاف هدن رفضها الحوثيون، وطفقوا يذكرونها وهم يفاوضون بخسائر معارك الحدود الموجعة. لأبطال الجيش واللجان الشعبية وهم. ثم خرجت طهران تكاشف السائلين عن صلاتها بأبو ظبي، وتقول إن الروابط مدت والمجالس عقدت، ليقفز السؤال الحائر عما ظل يربط الرياض وأبو ظبي وتحالفهما تملأه الشروخ القاصمة، وظن يستقر أن طريقهما قد افترقت بعد أن أورد الحليف صاحبه المهالك. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أنيس منصور، المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض. سيد منصور، يعني حسب ما علم العربي إذن الإمارات أتمت هذا الانسحاب قبل أيام، لماذا تأخر يعني هذا الإعلان الرسمي حسب تقديرك؟ طبعا أول شيء أنا أقول أن لا صحة بل غير صحيح. انسحاب الإمارات من اليمن ليس صحيحا، الواقع يؤكد ذلك، وليس الإعلام وليس البيانات وليس الخطابات.
الإمارات ما زالت متواجدة على الأرض، ما زال لديها أجندة ولديها أطماع ولديها نفوذ ولديها ميليشيات، وشكلت حقول من الألغام السياسية المتواجدة على الأرض، وما زالت حاليا تثير الفوضى، والآن تخطط لانقلاب جديد في سقطرة على السلطة المحلية الشرعية، تريد سلطة شرعية موالية لها، لأن السلطة الشرعية رفضت إدخال الأجانب إلا بفيزا، أعادت طائرة إماراتية ومنعت من إدخال سفينة محملة بالسلاح، وعززت من تواجدها العسكري والأمني في مواجهة مشاريع الإمارات في سقطرة، وهذا يؤكد ويدحض أكاذيب وإدعاءات موضوع انسحاب الإمارات. ما يحصل ما بين الإمارات والسعودية هو تنسيق وتبادل الأدوار وإعادة تموضع، لكن الهدف ما زال مرسوما، الخطر ما زال قويا، التحركات ما زالت موجودة. الإمارات جاءت من أجل إضعاف اليمن اقتصاديا وسياسيا حتى تقوي اقتصادها في ميناء جبل علي. طيب سيد منصور، أنت تميز يعني بين الوجود الفعلي لناحية نشر القوات أو سحبها من عدن أو حتى من كامل الأراضي اليمنية، وبين أن يكون هناك نفوذ إماراتي عبر وكلاء داخليين، لكن ما تنفيه، هل تنفي الوجود الفعلي؟ الإمارات يعني الحاصل بموضوع الانسحاب هو انسحابا يسمى بالانسحاب الشكلي، بمعنى أنها خرجت من بعض المواقع واستبدلت بمواقع سعودية، لكن المواقع الأساسية والهامة ما زالت متواجدة فيها. ما زال الآن قائد التحالف حتى الآن المتواجد في عدن ما زال موجود في مقر التحالف وفي محافظة عدن. الانسحاب من الإمارات لا يحتاج إلى بيانات ولا إعلام، إنما يحتاج إلى قرارا سياسيا دوليا ومحليا وعربيا ويمنيا. هذه القرارات تدعم بعضها، بعد ذلك يمكن أن يتم التعامل مع الإمارات كدولة احتلال، وثم أيضا يتم مقاومتها شعبيا وسياسيا. أما الآن فلا صحة لموضوع الانسحابات، هي فقط مغالطة للخروج من المسؤولية القانونية على جرائمها التي ارتكبتها والتي تخطط لارتكابها. طيب ابقى معي سيد أنيس منصور، المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض. معنا الآن هاتفيا من تعز مراسلنا أحمد البكاري. أحمد، أنتم على الأرض، هل تؤكدون فعلا انسحاب القوات الإماراتية؟ طبعا على مدى الأيام السابقة كانت هناك معلومات تتحدث عن انسحاب القوات الإماراتية من بعض الوزارات أو الأماكن السيادية في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، وكذلك من المقر الرئيسي لقوات التحالف السعودية الإماراتي في حي البريقة، لكن لا تزال ليس هناك أي تأكيد من قبل الحكومة الشرعية تجاه هذا الانسحاب، بالتأكيد أو النفي خاصة من مدينة عدن، لكن لا تزال هناك قواعد عسكرية في مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز وهي منطقة ساحلية، وكذلك أيضا في منطقة في محافظة حضرموت شرق اليمن لا تزال هناك قاعدة عسكرية تابعة للقوات الإماراتية في حضرموت الساحل. إعلان دولة الإمارات أنها انسحبت جاء فقط كان من مدينة عدن، ولم يكن الإعلان أنه تم الانسحاب من اليمن بشكل كامل، وبالتالي أيضا كثير يعتبرون أن حتى وإن كان صحيحا انسحاب القوات الإماراتية من مدينة عدن فإنها قد ضمنت مقدما أجندتها بالتعامل مع الجماعات والقوات التي دعمتها ماليا وبالسلاح وهي قوات المجلس الانتقالي، وبالتالي ضمنت وجودها في العاصمة المؤقتة التي ستتكلمها الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض من خلال قوات المجلس الانتقالي. أيضا هناك التصعيد في جزيرة سقطرة
كثيرون يعتبرونه أنه قد ينعكس على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وقد يكون هو بداية فصول الأزمة الاتفاق نفسه، حيث يعتبرونه كثيرون أنه سيؤسس لصراع قادم ولم يحسم الأزمة أو الصراع في جنوب اليمن بين الحكومة اليمنية والإمارات، لما لها من أجندة ومطامع في المناطق الساحلية اليمنية. شكرا جزيلا أحمد البكاري في تعز. أعود إليك سيد أنيس منصور المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض. إذا كانت الإمارات تتعمد هذا الإعلان بهذا الشكل الصوري كما أنت أشرت، لماذا برأيك إذا تعلنه الآن؟ هل تربط ذلك باتفاق الرياض أم تربطه بما يحكى عن ضغوط أمريكية أو محادثات يعني مباشرة أو غير مباشرة تجري بين السعودية وبين الحوثيين في هذه الفترة برعاية أو بضغط أمريكي؟ طبعا يمكن الإجابة على سؤالك ولو في مساحة من الوقت على ثلاثة محاور. المحور الأول، الإمارات ضمنت أجندتها وضمنت أطماعها وميليشياتها ووكلاءها على الأرض، هذا أولا. ثانيا، الإمارات افتضحت دوليا في القرار الدولي في الأمم المتحدة في مجلس الأمن في المنظمات في المؤسسات، شوهت اقتصاديا وسياسيا على مستوى دولي بسبب جرائمها داخل اليمن. هي تريد أن تخرج مخرج قانوني من هذه الانتهاكات ومن هذا التشوه ومن هذا الذي حاصل بأي طريقة. النقطة الثالثة، ربما أنت أجبتي سألتي وأجبتي، وهي أنه هي تريد أن تمرر اتفاق الرياض أو مؤامرة اتفاق الرياض من أجل الحصول على مكاسب سياسية. هذه المكاسب السياسية من خلال تواجد وكلاء لها داخل الحكومة الشرعية، هؤلاء سيكونوا عبارة عن منفذين ونافذين للإمارات داخل السلطة وبطريقة شرعية حتى لا تتحقق، أو أنهم يريدوا أن يخلقوا شرعية جديدة فوق الشرعية السابقة ويلغوا الشرعية السابقة. هذا هو مخطط الإمارات، أو هي النقاط الثلاثة التي تندرج أو تنطلق عليها الإمارات. لكن لا يمكن أن نصدق أو موضوع انسحابها أو أجندتها، ما زالت الإمارات وضحت هذه النقطة. شكرا جزيلا لك أنيس منصور المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض، كنت معنا عبر الهاتف. أمهل محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس أفراد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، أمهلهم ساعات لإنهاء اعتصامهم في جوار مبنى المحافظة. وأوعز محروس إلى قوات الجيش برفع الخيام وفتح الطرقات وإنهاء المظاهر المسلحة، مشيرا إلى أن الاعتصام جاء بعد لقاءات لقيادات المجلس الانتقالي بممثلين عن مؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي. مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، تصعيد جديد للانتقالي تشهده جزيرة سقطرى ضد الحكومة، هجوم على مقر المحافظة بالجزيرة ونصب للخيام وقطع للطرقات من قبل مسلحين مدعومين إماراتيا يطالبون برحيل محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس. كل ذلك جاء ردا على فرض المحافظ تأشيرات دخول للجزيرة على السياح الأجانب ومنع عدد منهم مؤخرا. بعض الممنوعين قدموا عبر طيران الإمارات وسط اتهامات من قبل مسؤولين حكوميين للمندوب الإماراتي في الجزيرة بالوقوف وراء ما يحدث. تطور ربما قد انعكس على اتفاق الرياض المزمع توقيعه بشكل نهائي يوم غد، خاصة مع تأكيده على عدم التصعيد بين الجانبين. بالإمكان أن يفشل الاتفاق، خاصة إذا استخدمت الحكومة بند التصعيد الإماراتي، لأن من بنود المسودة إيقاف التصعيد بكافة أشكاله في عدن أو في سقطرى أو في أي منطقة جنوبية والمناطق التي تسيطر عليها الإمارات بشكل عام. في العاصمة المؤقتة عدن تتوافد قوات سعودية برا وبحرا ويوما تلو آخر، مئات الجنود وعشرات من المدرعات والآليات العسكرية بدأت الانتشار في مقر الحكومة بقصر المعاشيق ومقر دول التحالف السعودي الإماراتي في حي البريقة والميناء ومطار عدن الدولي، خطوة سعودية تمهد لعودة الحكومة المنبثقة من اتفاق الرياض عقب التوصل إليه بشكل نهائي والإعلان عنه رسميا في العاصمة السعودية الرياض. أحمد البكاري، العربي، تعز.
أبلغ نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان محمد حمدان دقل الاجتماع الثلاثي للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بسحب 10,000 من القوات السودانية الموجودة في اليمن. وقال حميتي إن الجنود انتهت مدة خدمتهم في اليمن وعادوا إلى البلاد، مؤكدا أنه لن يرسل قوات بديلة عنهم. ومعنا من الخرطوم مراسلنا شيبة الحمد. شيبة، هل هذا الإعلان مرتبط بالتغيير الحاصل في السودان ومرحلة أخرى بعد البشير، أم مرتبط بما يجري فعليا في اليمن وربطا بما سمعناه يعني عن انسحاب ربما يقول بعض شكليا أو صوريا للقوات الإماراتية من عدن؟ أهلا بك. عفوا أنا تيجاني. حقيقة الأمر أن البيان أو التصريح الذي نسب إلى الفريق حميتي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي أو حتى عبر وسائل الإعلام، ولكن مصادر خاصة للعربي أكدت أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم المجلس السيادي وضم قوى الحرية والتغيير ورئاسة الوزراء قد قال فيه الفريق حميتي أن 10,000 من المقاتلين من الدعم السريع في اليمن سيعودون إلى البلاد ولن يتم استبدالهم بآخرين. محللين شعروا إلى أن هذه النقطة الهامة تعني أن هذا هو بداية انسحاب مرحلي للقوات السودانية في اليمن. سبق لحميتي أن قال أن القوات السودانية الموجودة في اليمن هي أكبر القوات المشاركة في التحالف ويبلغ قوامها نحو 30,000 مقاتل، وهذا ما نفى ما نصب إلى صحيفة الواشنطن بوست في عددها في شهر مايو الماضي بأن القوات السودانية المقاتلة تبلغ 14,000، هي 30,000 كما قال حميتي ومعظمهم من قوات الدعم السريع. سبق لحميتي أن قال بأن الدعم الذي تلقاه السودان من السعودية والإمارات والبالغ 3 مليار دولار قد وضع في البنك المركزي ولم توضع إملاءات أو شروط بالنسبة للسودان من دول التحالف في مشاركة السودان في الحرب في اليمن. لكن الضغوطات الشعبية خلال الفترات الماضية كلها وحتى شعارات الثورة السودانية المنادية بسحب القوات السودانية من اليمن ربما قد أتت بفعلها، وربما أيضا أن هذا الأمر الانسحاب التكتيكي أو المرحلة للقوات السودانية من اليمن مرتبط بتحالفات إقليمية أو في الأوضاع على الساحة الإقليمية المحيطة والتبدل في موضوع معالجة الملف اليمني، ربما الأحداث في لبنان وفي تركيا، وربما التقارب الأكبر الذي يحدث بين حميتي والإمارات العربية المتحدة كان له دوره، خاصة وأن في شهر مايو المنصرم كانت القوات الإماراتية قد انسحبت من الحديدة، أيضا القوات السودانية معها كانت قد انسحبت وحلت بدلا منها قوات سعودية. ربما يأتي هذا الانسحاب في إطار خطة شاملة للانسحاب متكامل من اليمن رغم عدم صدور بيان لذلك، إلا أن مصادرنا قد أكدت هذا الأمر. شكرا جزيلا لك تيجاني خضر طبعا من الخرطوم. والآن إلى العراق لمتابعة المشهد السياسي والميداني هناك في اليوم السادس من الاحتجاجات. تتواصل في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى احتجاجات واعتصامات مفتوحة تزامنا مع تحذيرات من وجود انتهاكات ضد المتظاهرين. وفي الأثناء وصلت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إلى ساحة التحرير للاطلاع على أوضاع الاحتجاجات الشعبية المطلبية. وقالت بلاسخارت إنها تدين بأشد العبارات ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات المتواصلة في العراق. جموع تطوف حول ساحة التحرير وحماسة بين المشاركين الذين تزداد أعدادهم بمرور الوقت. بعد المعلمين والمحامين انضمت نقابة الفلاحين وموظفون حكوميون تحت لافتة كبيرة عنوانها الاحتجاج على السلطة. هاي القيم ماشية وراح تبقى من العد السقوط عادل عبد المهدي. إصرار جماهيري على البقاء هنا في هذه الساحة التي أصبحت رمزا شعبيا للاحتجاجات العراقية بعيدا عن كواليس السياسة واتفاقاتها.
في كربلاء أغلق المتظاهرون بناية الإدارة المحلية وفرضوا إرادتهم بالتجوار في الشوارع بعد يوم قدموا فيه 14 قتيلا في صدامات مع قوات الأمن. أي إصلاحات ما يفيد، إصلاحاتهم شكلية هاي ما تعبر على الشعب. إحنا رحيل النظام بكاملة، حكومة بكاملها تستقيل، حكومة إنقاذ، حكومة ثانية. المشهد ذاته تكرر في بابل التي كانت شوارعها تكتظ بالمحتجين، ولعل ما يجمع بين مظاهرات الاحتجاج في بغداد والمدن العراقية الأخرى هو توحيد المطالب بفصل سياسي جديد يختلف ويخالف أحزاب السلطة المتنفذة. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. هذا وجدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مطالبته باستقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. تصريحات الصدر تأتي ردا على دعوات سياسية صدرت عن كتل عدة داعمة لحكومة عبد المهدي رأت أن استقالة الحكومة ستعمق الأزمة وأنها ليست حلا لها. لم يتغير مشهد المظاهرات فيما تتغير مواقف السياسة، فلم تمضي سوى 12 ساعة على اتفاق الليل حتى نسفته تداعيات النهار. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر بيانا رفض فيه تأجيل إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لأنه سيجعل العراق كما يقول نسخة من سوريا واليمن. لا يمكن الآن وفقا للواقع الموجود عملية إقالته، لأنه أيضا هنالك من سوف يدافع عنه تحت قبة البرلمان. القوى السياسية العراقية الغائبة للمرة الأولى عن صناعة القرار حائرة في مفترق طرق، وفيما اتفق الساسة على الصمت باتوا يواجهون الصدر سياسيا ونقمة الاحتجاجات في الشوارع والساحات. إعادة إنتاج حكومة أخرى بنفس هذه المواصفات ونفس هذه المكونات يبدو أنه لا جدوى منه، ويبقى الضغط الشعبي مستمرا بهذا الاتجاه إلى أن تتشكل الخارطة السياسية من جديد بعيدا عن المحاصصة أو عن الفساد السياسي تحديدا. أسلوب الرسائل العلنية الذي لم يألفه الوسط السياسي من قبل أحرج رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب المتنفذة داخل البيت السياسي الشيعي. سيناريو إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حاضر في كواليس السياسة والاحتجاجات، لكن تغيير الحكومة ليس هو ما يطالب به المتظاهرون، بل تغيير الطبقة الحاكمة برمتها. طارق ماهر، العربي، بغداد. معنا من بغداد الكاتب السياسي باسل الكاظمي. سيد الكاظمي، وصف أحد نواب البرلمان العراقي الأجواء داخل المنطقة الخضراء بخصوص مصير عبد المهدي بأنها تشبه طقس تشرين، يوم حار ويوم بارد. إلى أين تمضي الأمور؟ بالبداية سيد أحييكم وحيي قناتكم الموقرة وحيي السادة المشاهدين. سيد العزيز، بأنها الأمور اليوم متجهة بأنه يجب أن تكون هنالك تغيير جذري إلى الطبقة السياسية التي حكمت العراق على مدى 16 سنة. لا ننسى ولا يخفى عليكم بأن كل القوى السياسية لم يشارك بهذه الحكومة فشارك بالحكومات السابقة، فهم كلهم شركاء بما يحدث بالعراق وما حدث في العراق. فاليوم مسألة اليوم هنالك جذب، هنالك شذب، هنالك هذه مسميات في بغداد أو في داخل القوى السياسية، ولكن بالحصيلة النهائية يبقى صوت الشعب العراقي هو الذي يعلى. مهما تكون هنالك تصريحات من هذا الطرف وذلك الطرف، ولكن هذا لا يعتبر هذه التصريحات بأن بالنيابة عن المتظاهرين، بالنيابة على سيد كاظمي، معروف جدا ما يطلبه المتظاهرون وهو رحيل كل هذه الطبقة السياسية، لكن نتحدث الآن عن رحيل شخص واحد هو رئيس الحكومة. هناك مشكلة بهذا المطلب، هل يصمد عادل عبد المهدي في منصبه أم لا تطيح به القوى السياسية بعيدا عن رأي الشارع الذي يرفض كل هذه القوى؟ لا، السيد عادل عبد المهدي بأنه نلاحظ بأنه سوف تطيح به القوى السياسية، لكون اليوم هنا السيد عادل عبد المهدي من كل الجوانب بأنه يضعف يوما بعد يوم أو ساعة بعد ساعة. ولكن هل إطاحة السيد عادل عبد المهدي سوف توقف هذا الغليان وهذه التظاهرات وهذه المسائل؟ لا، أنا على يقين بأن التظاهرات سوف تبقى مستمرة ليس فقط برحيل السيد عادل عبد المهدي، هنالك قوى سياسية،
هنالك طبقة سياسية بأكملهم الذي طالب المتظاهرين بخروجهم. ونبدأ بهذه المسألة بأنهم موجودين تحت قبة البرلمان، ليس فقط السيد العادل عبد المهدي والكابينة الوزارية، نبدأ حتى من بعض من يعملون إلى أجندات خارجية أو التدخلات الخارجية. فالبعض يحاول أن يبعد الكرة عنه ويقول بأن من الشعب يطالب بالإطاحة بالسيد عادل عبد المهدي، ولكن الحقيقة والواقع لا، الإطاحة بكل القوى السياسية الذي حكمت العراق على مدى 16 سنة. اليوم جاء كلام وربما نصيحة وربما تحذير من خامنئي كما يقال بأن مطالب الشعب العراقي محقة لكن ضمن الإطار القانوني، وإلا فإنها مؤامرة إسرائيلية أمريكية. لا سيد العزيز، كل من يصرح بهذه التصريحات فهي تصريحات مرفوضة. اليوم من يقفون في ساحة التحرير في بغداد أو في الحبوب في النجف أو في كربلاء أو في البصرة أو في كل المحافظات الجنوبية التي هي تعتبر مصدر الشيعة بهذه المحافظات، هل هم من إسرائيل ومن أمريكا ومن السعودية ومن هذه المسميات؟ لا، اليوم من يخرجون في التظاهرات إنهم عراقيين، إنهم لم يكونوا تابعين إلى هذه الدولة وتلك الدولة. ولكن أنا من رأيي الشخصي بأن هذه التصريحات قد أتت عندما لاحظوا بأن المتظاهرين في كل الساحات في 10 محافظات عراقية عندما يصرحون ويهتفون بالهتافات يقولون مثلا، مثال بسيط، إيران برا برا، بغداد تبقى حرة. فاليوم رفض التواجد الإيراني ورفض التدخلات الإيرانية بالشأن السياسي العراقي هو أحد العناصر الذي خرجوا المتظاهرين ويطالبون بعدم التدخلات وعدم هذه المسميات، لكون لاحظنا الكثير من القوى السياسية يعملون عبارة عن موظفين في السفارة الإيرانية وفي باقي السفارات. فجملة وتفصيلا هذه التصريحات مرفوضة من خامنائي، وأي تصريحات من أي دولة أخرى هي مرفوضة. العراق للعراقيين، وهو أعلم وهو أدرى كيف يدير أمورهم. شكرا جزيلا الكاتب السياسي باسل الكاظمي في بغداد. العربي اليوم من التلفزيون العربي مستمر وفيه بعد الفاصل. إيران تتهم أمريكا والسعودية وإسرائيل بإثارة الاضطرابات في لبنان والعراق. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير في لبنان على حد تعبيره. وذكر عون في تغريدة على تويتر أن الشعب اللبناني سيعود مجددا إلى الساحات في حال بروز عوائق في البلاد. الآن ننتقل بكم مشاهدينا إلى نافذة لتغطية الحراك الشعبي والسياسي في لبنان مع زميلة ريم أشلون. شكرا لكما نجلة ووائل، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة المباشرة من بيروت ضمن تغطيتنا الخاصة لمواكبة التطورات على الساحة اللبنانية. طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة. بموازاة ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول محلي مطلع تأكيده استعداد الحريري لترأس حكومة تكنوقراط جديدة بشرط ألا تضم ممثلين عن القوى السياسية التي شاركت في حكومته السابقة. وفي اليوم الرابع عشر من الحراك الشعبي استمر توافد المتظاهرين والمعتصمين إلى ساحات الاحتجاج، وقام الجيش اللبناني بفتح طرق رئيسة عدة، بينما تقرر فتح المدارس والجامعات الرسمية غدا. وفي ظل إغلاق المصارف قامت قوات عسكرية وأمنية بإخلاء عدة طرق داخل بيروت وخارجها من المحتجين سلميا، واستخدمت القوة للقيام بذلك عند المدخل الشمالي للعاصمة.
انحنت الحكومة أمام مطالب الجماهير المحتجة، وحين استقالت أطلق عليها بعضهم اسم الحكومة المخلوعة بإرادة الشعب. معارضو الحراك رأوا في الاستقالة سقوطا للائتلاف الحاكم كله، لا لرأس الحكومة سعد الحريري فقط، فعدد وزرائه أقل من وزراء رئيس الجمهورية. مهمة فتح الطرقات بالقوة أصبحت أسهل بعد الاستقالة، وهذا ما حصل. المحتجون لم يستطيعوا مقاومة استخبارات الجيش في منطقة جل الديب. المشهد على جسر الرينج المؤدي إلى وسط بيروت كان مغايرا. المفاوضات بين القوى الأمنية والمتظاهرين من جهة، والمباحثات بين من يريد فتح الطريق وبين من لا يريد من جهة أخرى، انتهت بقرار إعطاء المتبقي من السلطة فرصة البدء بالعمل. كلهم سقطوا مع سقوط هذه الحكومة، والحراك مكمل لإسقاط كامل هذه المنظومة، بس هيدا مسار طويل. في اجتماعات عم بتصير بين الشباب حتى يشوفوا شو الخطوة اللي بده ياخدوها، بده يشوفوا كيف الحكومة والدولة عم تتصرف. نحن بدنا حكومة تكنوقراط من ناس اختصاصيين ومستقلين ب 48 ساعة، ما صار ما طلبنا، نحن راجعين ننزل. غاب القلق عن اجتماع نواب عين التيني، وانتهى اللقاء ببيان مقتضب. وطالب دولته الاستعجال بتأليف الحكومة وفتح الطرقات، محذرا من فقدان الأمل بالأمن في لبنان، ومبديا خشيته من الضغوطات الدولية ابتداء من اليوم. دعوة لقيت صدى واحدا من المعارضة، لا مكان للوجوه القديمة في الحكومة الجديدة، وإلا فالعودة إلى الشارع أصبحت أكثر سهولة. فتح المتظاهرون بالقوة والمفاوضات طرقات السير أمام المواطنين، في انتظار أن تفتح السلطة باب الحلول الذي سيستند إليه المتظاهرون أنفسهم في تحديد الخطوات المقبلة. حسين خريص، العربي، بيروت. ومعنا من ساحة الشهداء وسط بيروت مراد البطوش. مراد، كيف يتابع اللبنانيون ما يسرب عن مخارج سياسية للأزمة؟ هؤلاء هم بمرحلة انتظار، هم يرابقون، ما زالوا بالساحات بغض النظر عن الأعداد والنسبة لتواجدهم هنا، يراقبون ما الذي يمكن أن يصدر من القوى السياسية الحاكمة هنا في لبنان، وبالتالي هم الحديث عن أن حكومة سعد الحريري يمكن، حكومة تصريف الأعمال يمكن أن يعاد تشكيلها، هذا يعتمد عن المساحة التي ستتاح للرجل، وأيضا التغييرات التي يمكن أن يأتي بها وسط خلاف أو حديث عن خلاف، إن كانت هناك حكومة تكنوقراط بوجوه جديدة أم هي حكومة مختصين لكن بجذور حزبية، فهذا يعتمد تماما على المرحلة القادمة التي يمكن أن يأتي بها، تضاف إلى الورقة الإصلاحية وجدول زمني عملية أو فرض مجلس النواب وانتخاب مجلس قادم، إفراز حكومة قادمة، هذا ما زال على رأس مطالب هؤلاء المحتجين هنا في لبنان. نعم، إلى جويس خوري في جل الديب. جويس، تفاصيل ما قاله رئيس الجمهورية أمام وفد الرابطة المارونية، وهل من ردود فعل عليها؟ لا ردود فعل بطبيعة الحال، ولكن ما لمسناه من خلال كلام رئيس الجمهورية، وإنما أيضا من خلال مصادر مقربة من رئيس الجمهورية، بأن الوقت لا يزال مبكر للحديث بتأليف الحكومة، هذا ما قالته أوساط مقربة جدا من الرئيس ميشيل عون، وإنما هو أيضا لوح بالعودة إلى الشارع، وربما هذه المرة بعودة مناصري رئيس الجمهورية، أي مناصرو التيار الوطني الحر الذين ينظمون يوم الأحد بطبيعة الحال مسيرة دعم وتظاهر الدعم أمام القصر الرئاسي مع حلول الذكرى الثالثة لانتخابه رئيسا للجمهورية. فيما يتعلق بالاستشارات البرلمانية الملزمة لرئيس الجمهورية لمعرفة الاسم الذي ستقع عليه اختيار تشكيل الحكومة، تقول أيضا مصادر القصر الرئاسي أن هذه الاستشارات لن تحصل قبل مطلع الأسبوع المقبل، أي أن الاتصالات اليوم متروكة للقاءات الجانبية والاتصالات التي تجري في الكواليس.
بحسب المعلومات فإن أي تسمية لرئيس الحكومة لن تحصل قبل توافق شبه تام على صيغة الحكومة المقبلة. باختصار سوف أقول لكم أنه في هذه الأثناء هنا في منطقة جل الديب هناك اجتماع لمنظمي الحراك في هذه المنطقة لتحديد الخطوات المقبلة، وقد أتى الجيش اللبناني بتعزيزات إضافية إلى هذه النقطة. ريما. نعم جويس، إلى محمد غملوش في صيدا، كيف يبدو الوضع عندك عند تقاطع إيليا محمد، وهل من جدول زمني لعودة المعتصمين وأيضا نصب الخيام مجددا في حال لم تلبى المطالب؟ نعم ريما، أريد الإشارة إلى أن رغم تمكن الجيش اللبناني من فتح طريق الجية المؤدية إلى مدينة صيدا جنوب لبنان، إلا أن المتظاهرين هنا ومنذ قليل عمدوا إلى إغلاق جزئي من جديد لدوار إيليا، وهذا امتعاضا وتعبيرا عن غضبهم من قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أكرم الشيب بعودة المدارس إلى عملها يوم غد. وهم قالوا بأنهم يشعرون بالأسى من هذا القرار، إذ أنهم يرون بأن ذهاب أولادهم إلى المدرسة يوم غد سيكون نوع من أنواع الخطر على حياتهم بالنظر إلى أوضاع البلاد. الجيش اللبناني قام بالتفاوض مع من جلس في دوار إيليا وعاد فتح الدوار من جديد. تحدثنا مع بعض المتظاهرين هنا، هم متمسكون بالمهلة التي قدموها إلى السلطة وهي 48 ساعة، تحدثوا عنها وقالوا بأن أي وقت يزيد عن هذه المهلة هم سيعودون إلى التظاهر والتجمع هنا عند الدوار وإلى إغلاق الطريق مجددا. أريد الإشارة إلى أمر هام، كنا قد تواصلنا مع عدد من منظمي الحراك في مدن جنوب لبنان النبطية وصور، هناك تجمع حاصل الآن في بعض هذه المدن ولكن ليس بالأعداد التي كانت قد تواجدت في الأيام القليلة الماضية. هناك تحركات في المناطق التي ذكرناها ولكنها بأعداد متواضعة نسبيا، وهذا التزاما بالمدة التي أمهلوها للسلطة. ريما. شكرا لمراسلينا محمد غملوش من صيدا، جويس خوري من جل الديب، ومراد البطوش من ساحة الشهداء وسط بيروت. مدينة طرابلس الشمالية لم تنتظر طويلا للانخراط في الحراك الشعبي، حضرت بقوة وساحاتها امتلأت وحتى الرعاية الطبية تم توفيرها للمعتصمين. مع تزايد أعداد المتظاهرين وتزاحمهم تزداد الحاجة إلى توفير رعاية صحية لهم. هذا المكان عرفه سكان طرابلس كنقطة انطلاق الحافلات إلى بيروت. لم يعد المكان كذلك منذ بداية التظاهرات. المستشفى الميداني في ساحة النور تجربة ميزت الساحة عن غيرها، هو المستشفى الميداني الوحيد بين جميع ساحات التظاهر في لبنان. برزت الحاجة لأنه صار في كتير أعداد متظاهرين عم يشكوا من أمراض ومن تزاحم ومن ضيق تنفس ومن اختناق، وكان الهدف هو تخفيف العبء عن المستشفيات المحيطة بالمنطقة. من هون أسسنا أو أنشأنا المستشفى الميداني. رعاية يتلقاها كل من يحتاجها، الأطباء لا يدخرون جهدا في تقديم خدماتهم لاستمرار التظاهرات. الخدمات تتعدى تقديم الإسعافات الأولية قبل نقل المصاب إلى المستشفى. واحد جاي عم يقيس ضغطه، بنقيس ضغطه هون ونحن بنعرف كيف نتصرف معه. في عنا أسوأ مثلا إجا لعنا حالة ذبحة قلبية، نحن هون كنا جاهزين نقدم كل الخدمات اللي فينا نعطيها. جهود وتكافل بين عناصر الوحدات الطبية في المدينة حيث يسهموا بدورهم في هذا الحراك. تحولت نقطة الحافلات هذه إلى مركز علاج مجاني لمن يحتاجها في مدينة عرفت بأم الفقير. المستشفى هي ساعدتنا بالقبر وبفحص السكري، وأنا كان عولي السكري معي والله يبارك فيه، وأنا وضعنا تعبان والله بيعلم. حتى إشعار آخر، سيبقى هذا المكان شاهدا على لحظات إنسانية كادت أن تختفي بعد غياب مجانية العلاج في لبنان. أحمد الهاشمي، تلفزيون العربي، طرابلس شمالية لبنان. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من بيروت، عودة إلى وائل ونجلة في لندن.
شكرا لريما وفريق العربي في بيروت. اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية وبعض دول المنطقة بالوقوف خلف الأوضاع في العراق ولبنان. وقال خامنئي في كلمة له خلال حفل تخريج دفعة من طلاب الأكاديمية العسكرية، قال إن للشعبين اللبناني والعراقي مطالب محقة، لكن تحقيقها لا يمكن أن يتم إلا عبر الأطر القانونية على حد تعبيره. القوى الاستكبارية اليوم تسعى إلى خلق الفوضى في الدول المجاورة والقريبة منا، وهنا أقول للحريصين على هذه الدول في لبنان والعراق الذين يعانون من المشكلات، عليهم أن يضعوا الحلول لمواجهة انعدام الأمن في الأولوية. هذه الشعوب لديها مطالب محقة، ولكن يجب أن تعلم أنها تحقق من خلال الأطر القانونية فقط. الأعداء يريدون هدم الهيكليات القانونية، وهذا سيؤدي إلى الفراغ، وبالتالي لن يكون بالمقدور القيام بأي شيء إيجابي. فرضت الولايات المتحدة وست دول خليجية عقوبات على 25 كيانا تقول إنها مرتبطة بإيران وحزب الله اللبناني. وصدرت هذه العقوبات عن مركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي أسس قبل عامين ويضم الولايات المتحدة والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت وعمان. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات المشتركة الأهم حتى هذا اليوم، مؤكدة أن شركات عدة مستهدفة بهذه التدابير تقدم دعما ماليا للبسيج والميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني. ومعنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، ترجمت كلمة خامنئي وهذه الرسالة التحذيرية والتي يعني تعاكس المنطق السائد في الشارع اللبناني والعراقي، كيف تترجم فعليا؟ نجلاء، كانت هناك تحذيرات إيرانية اليوم جاءت على لسان المرشد الإيراني، وكذلك دعوات، وفي ذات الوقت الدعوات والتحذيرات الإيرانية وجهت إلى من يدير دفة البلاد إن كان في لبنان أو في العراق، وأيضا إلى الشارعين اللبناني والعراقي. التحذيرات الإيرانية من أي تدخل أجنبي في محاولة لزعزعة أمن هذه البلاد، وبالتالي أن تذهب هذه البلاد إلى المجهول. هذه هنا تحديدا ربما تكمن المخاوف الإيرانية، والاتهامات التي توجه من قبل طهران وتحديدا من قبل المرشد الإيراني إن كانت إلى تل أبيب أو واشنطن أو الرياض ودول أخرى إن كانت في المنطقة أو حتى دول أوروبية كما تحدث اليوم المرشد خامنئي. هذا الكلام يأتي على اعتبار أن إيران تقول أن معادلة السياسة الغربية ومن وأدواتها في المنطقة تستهدف أمن هذه الدول من أجل زعزعة استقرار المنطقة عموما، وبالتالي استهداف تعزيز التعاون إن كان ما بين محور المقاومة كما تسميه طهران أو فيما بين يعني التعاون فيما بين هذه الدول أيضا إلى جانب آخر. وأيضا الدعوات أو إن كانت أو التحذيرات التي وجهت إلى الشارعين من الانزلاق إلى حالة من الفوضى، وفي ذات الوقت يمكن كما قال خامنئي يعني اتخاذ طرق قانونية عبر الانتخابات. طيب. وعبر تقديم إصلاحات ونعم. طيب ياسر، يعني هناك من قرأ في كلمة خامنئي بأنه خوف على النفوذ الإيراني تحديدا في العراق ولبنان، وأيضا فسروه بأنه خشية أيضا من تأثير ذلك ربما داخليا في إيران. هل فعلا هناك مخاوف إيرانية من هذا النوع تحديدا فيما يتعلق بالداخل الإيراني؟ من دون شك لا يمكن القول بأن إيران يعني لا تتخوف مما يجري في المنطقة، على اعتبار أنها تعتقد بأنها قد تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بتواجدها في هذه المناطق، مصالحها في هذه الدول، تعزيز تعاونها مع هذه البلدان. وفي ذات الوقت لا يمكن المقارنة أيضا ما الوضع الأمني نسبة استقراره كما يتحدث الإيراني
الإيرانيون في الداخل الإيراني مقارنة بهذه الدول، حيث تقول طهران بأن الديمقراطيات في هذه الدول ما تزال فتية، على عكس طهران تتمتع بخبرة في إدارة البلاد، وفي ذات الوقت واجهت عدة أزمات مثل كما يعني أشار لها اليوم المرشد، ووصف بأن التجربة الإيرانية تمكنت من تجاوز هذه الأزمات. نعم. شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسلنا من طهران. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستبدأ دوريات عسكرية مع روسيا في سوريا بعمق 7 كيلومترات مبدئيا. وأوضح أردوغان أن الدوريات المشتركة ستبدأ عملها يوم الجمعة، وأضاف أن تركيا تحتفظ بحق شن عملية أخرى ضد وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم ينسحب مقاتلوها إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود. من جانب آخر، استدعى تركيا السفيرة الأمريكية لديها احتجاجا على تأييد مجلس النواب الأمريكي قرارا يفرض عقوبات على أنقرة، وقرارا آخر يتهمها بالمسؤولية عن ارتكاب عمليات إبادة للأرمن. وكانت الخارجية التركية قد استنكرت بشدة قرار العقوبات بسبب الهجوم الذي تشنه شمالي سوريا، وصفة إياه بغير المتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي. بعد مرور أكثر من قرن وبأغلبية ساحقة، يتبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يعترف بموجبه بقتل الأرمن باعتباره ما وصفوه إبادة جماعية على أيدي العثمانيين أجداد الأتراك الحاليين. أكثر من 100 عام قتل نحو 1.5 مليون على يد الإمبراطورية العثمانية. لا خلاف على أن هذه الجريمة ضد الإنسانية حصلت. الأمر ليس رأيا أو ترجمة للأحداث، بل حقيقة. وبرغم الاتفاق من قبل المؤرخين والباحثين، فإن هناك من ينكر هذه الحقيقة. 405 أعضاء صوتوا لصالح القرار غير الملزم في وقت حساس يزداد فيه التوتر بين واشنطن وأنقرة، لكنها ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مشاريع قرارات مماثلة لم يتم تمريرها في السابق. اختلف الوضع الآن، يرفض المشرعون عملية تركيا شمال سوريا ويترجمون هذا الرفض إلى قرار، أي يحمل القرار دلالات سياسية وفق مراقبين. الرسالة بالفعل سياسية بامتياز. الكونغرس يحاول إرسال رسالة إلى الرئيس وإلى تركيا بالطبع. هناك أيضا الكثير من الانتقاد للسياسة التركية في شمال سوريا وهجومها على الأكراد هناك. لأن القرار غير ملزم، يكون الكونغرس قد وجه رسالة معنوية إلى الإدارة وتركيا، يرفض فيها نهج إدارة ترامب لجهة التعامل مع سوريا وترك أمرها لتركيا كما يرى البعض. ويظهر هذا الخلاف العميق بين الإدارة والكونغرس، خلاف يؤكد عليه المشرعون بقرار ثان يطلب من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على تركيا وبعض مسؤوليها جراء العملية العسكرية التركية شمال سوريا، في وقت رفع فيه ترامب العقوبات التي كانت فرضت أصلا بسبب هذه العملية. ورقة ضغط إذن يشكل هذا القرار، يستخدمها المشرعون ضد أنقرة، ستترك بلا شك أثرها على العلاقات الأمريكية التركية، لكنها وفق محللين لن تغير جوهرها. خلاف تغلب عليه المصالح. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن. معنا من شانلي أورفا في تركيا مراسلنا عدنان جان، ومن واشنطن مراسلنا رافد جبوري. عدنان، يبدو أن العلاقات التركية الأمريكية تواصل تدهورها، خصوصا مع هذين القرارين في مجلس النواب الأمريكي وفرض عقوبات على تركيا. بالفعل وائل، هناك غضب شديد من قبل الساسة الاتراك حيال القرار الذي صدر في واشنطن. أنقرة اعتبرت هذا القرار بأنه مسيس وكيدي وانتقامي بحسب وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو، الذي قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت هذا القرار في وقت يثير الشبهات وفي الوقت الذي أحبطت فيه تركيا بحسب وصفه المكائد التي كانت تحاك ضدها في الشمال السوري، في إشارة إلى منع إقامة دويلة كردية في الشمال السوري وبدأ عملية نبع السلام هناك. الخارجية التركية أدارت القرار الأمريكي بشدة وقالت بأنه يسيء بشكل كبير إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. أيضا أنقرة اعتبرت هذا القرار
بأنه غير ملزم واعتبرته غير موجود ولن يؤثر أبدا على تركيا. وقالت بأن البرلمان التركي سوف يعقد اجتماعا ويصدر قرارا مماثلا ردا على القرار الأمريكي. أيضا تم استدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة صباح هذا اليوم، حيث أبلغته أنقرة رفضها الشديد وغضبها إزاء هذا القرار. أردوغان أيضا تطرق إلى هذا الموضوع وانتقد بشدة القرار الأمريكي ووجه انتقادات حادة في الحقيقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرها بأنها كانت تستقدم العبيد ولا يحق لها بأي حال من الأحوال توجيه أي انتقادات إلى تركيا. وبالتالي هذه ربما صفحة جديدة في تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن عقب صدور قرار مجلس النواب الأمريكي. نعم عدنان، أتحول إلى رافد جبوري في واشنطن. رافد، هناك من قرأ التصويت سواء فيما يتعلق بالاتهامات لتركيا بموضوع الإبادة الأرمنية أو حتى بالتصويت المتعلق بالعملية والعقوبات بسبب العملية شرق الفرات، تصويت رمزي ولا ثقل حقيقي له. إن كان فعلا كذلك، كيف ولماذا تركيا تستنفر بهذه الطريقة؟ هو رمزي لكن له معنى كبير نجلاء. نعلم بأن قضية يعني تصنيف المذابح التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الأولى ضد الأرمن الذين كانوا من رعايا الدولة العثمانية، تصنيف مهم وهو يمثل وجهة خلاف كبيرة بين الغرب وتركيا. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تخطو خطوة كبيرة بتصويت مجلس النواب وبهذه الغالبية الكبيرة لاعتبار ما حصل حينذاك جينوسايد، جريمة إبادة بشرية. طبعا نعلم بأن حتى يعني حتى تركيا بحكومة الحالية تقر بأنه حصلت أعمال قتل كبيرة جماعية، لكن الخلاف حول هل كانت أعمال منظمة وتستهدف القومية الأرمنية بالتحديد وبهذا الشكل. الآن مجلس النواب الأمريكي يقول أنها كانت كذلك وبأغلبية ساحقة، لكن المشكلة أنه يختار توقيتا مرتبط تماما بالجدل السياسي بالخلاف السياسي مع تركيا ويصدر القرار في يوم واحد مع إصدار قرار آخر يعني يطلب من الرئيس فرض عقوبات على تركيا، وقد كان طبعا الرئيس ترامب قد ألغى العقوبات التي فرضت على تركيا بعد الاتفاق الذي حصل معها بعد بدء عملية شرق الفرات. إذا نقول أن الرمزية الكبيرة لهذا القرار رغم أنه عمليا لا يترتب عليه شيء، خصوصا أنه ليس هناك يعني ليس من الواضح إن كان مجلس الشيوخ سيصوت عليه قريبا. شكرا جزيلا لك رافد جبوري من واشنطن، وأيضا أشكر مراسلنا عدنان جان من شانلي أورفا. افتتح المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون الجلسة المناطقة بها كتابة دستور جديد لسوريا أو تعديل الدستور الحالي، والمؤلفة من 150 عضوا ينقسمون بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني. بدوره أكد رئيس وفد نظام الأسد أحمد الكزبري أن حوار الدستور يجب أن يكون سوريا خالصا من دون تدخلات خارجية. هذا المبنى الأممي في جنيف شهد منذ اندلاع الثورة السورية وما تبعها من حروب الكثير من جولات التفاوض برعاية أممية وبدعم دولي دون أن تثمر حلولا ناجعة. هذه المرة الحضور إلى جنيف كان مختلفا من حيث الشكل والمضمون، فقد اجتمع المعارضون والموالون للنظام في قاعة واحدة ليس من أجل جلسة تفاوضية وإنما لكتابة دستور لسوريا. 150 سوريا يتوزعون بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، يشكلون ما يسمى الهيئة الموسعة، سيعملون على وضع الخطوط العريضة للجنة الدستورية قبل أن تتقلص لتصبح هيئة مصغرة مؤلفة من 45 شخصية، أي 15 شخصية عن كل طرف. المبعوث الأممي الخاص وفي افتتاح أعمال اللجنة الدستورية اعتبر أن مضمون الدستور الجديد سيحدده الشعب السوري فقط. الطريق ستكون صعبة، كل واحد منكم سيواجه تحديا. نحن هنا لدعمكم، لكن يجب أن تكون لديكم الإرادة والشجاعة والشغف والحزم. الأجيال القادمة تستطيع اعتبار هذا اليوم كفصل جديد من تاريخ سوريا. المعارضة السورية تأمل أن لا تذهب الجهود سدى، خاصة وأن ثقتها بنظام الأسد لم تكن يوما كبيرا.
لا نريد أن نتفائل كثيرا، الطريق وعرة جدا، هناك مواد أخرى في القرار الدولي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، يجب أن توفر بيئة آمنة مناسبة محايدة حتى يمارس هذا الإنسان حقه، إذا كان لأي خطوة تأخذ الآن نصيب في التطبيق. دوليا ترى واشنطن أن الحل السياسي في سوريا يمر عبر عملية دستورية تليها انتخابات وفقا للقرار الأممي رقم 2254. على مدى أيام ستستمر المفاوضات هنا للخروج ربما بصيغة جديدة لدستور سوري جديد. القوى الكبرى والأطراف الضامنة تسعى إلى إنجاح هذه المهمة لإنهاء الصراع في سوريا، بينما لا يؤمن الكثير من السوريين بما تقدمه الأطراف المتنازعة في المحافل الدولية. محمد الحجي، العربي، جنيف. يبقى معنا محمد الحجي من جنيف. محمد، وصفت رويترز وجوه الحاضرين بأنها واجمة وهم ينظرون إلى بعضهم بعضا، هل يأمرون حقا بأي شيء من هذه اللجنة أم أن نظام الأسد سيشتري الوقت ليس إلا؟ نعم بالفعل وائل، سأنقل لك يعني ما شاهدته على وجوه على الأقل المعارضة التي تحدثت معها عن قرب. نعم كما سمعت في العريضي، ليس هناك كثير أمل أو ثقة بنظام الأسد، هم جاءوا إلى هنا كلهم أمل أن يحققوا أي شيء، لكنهم مقتنعون تماما بأن الحل الوحيد في سوريا كما قالوا لي وأسروا لي هو إزاحة الأسد كليا، وكل هذا تضييع للوقت كما عبروا خلف الكاميرا بأن كل هذا تضييع للوقت، ولا أمل أن تحل في سوريا المسألة اليوم إلا برحيل الأسد شخصيا عن السلطة. شكرا جزيلا محمد الحجي في جنيف. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته توفر القيادة المناسبة لبلاده، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بدوره وصف جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض للانتخابات بأنها فرصة لإنهاء خصخصة النظام الصحي وبأنها فرصة لتمويله. والمتابعة معنا هنا في الاستوديو جوناثان ليس، نائب مدير معهد بريتش إنفلوينس، أهلا بك. إذن كل استطلاعات الرأي كانت تقول بأنه في حال جرت انتخابات بوريس جونسون ربما سيكون هو الفائز وحزبه، مع ذلك هذه المرة بعد 3 مرات أرجئت فيها أو رفضت اقتراح إجراء انتخابات وافق كوربن وكثيرون في مجلس العموم على ذلك، ما الذي تغير ولماذا برأيك الآن؟ المشكلة هي أن بوريس جونسون أراد كسب أو فاز بموافقة مبدئية على البرلمان أن ينظر مرة أخرى، وقد اتفق الجميع على ضرورة وجوب انتخابات مبكرة لأن البرلمان لم يعد قادرا على حكم البلاد، لذا هذا قد يكون في مصلحة المعارضة أن تجري الانتخابات قبل البريكزيت، وفي هذه الحالة قد يكون العمال والليبراليين الديمقراطيون يجدون الفرصة المناسبة لتقديم مقترح للاستفتاء. إذا كانت يعني الـNHS أو القطاع الصحي والبريكزيت عنوانان رئيسيان للحملة الانتخابية الآن، هل برأيك سيكون كوربن بهذا المعنى له حظوظ أكبر أم على العكس سيظل جونسون هو المحظي ربما؟ جونسون هو المرجح في البداية، لكننا نعلم بأن السياسة البريطانية متقلبة ويصعب التنبؤ بها وقد يتغير أي شيء فيها. المشكلة التي تواجه بوريس جونسون هو أنه لن يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي مع العمال، وهذا قد يدفعه على سبيل المثال إلى أن يحكم بالائتلاف مع أحزاب أصغر حجماً، وهذه وسبق وأن قال بأنه إذا لم يكن قادرا على تنفيذ البريكزيت في 31 ديسمبر فإنه سيموت يفضل في خندق، وقد فشل في ذلك. لكن بالنظر إلى المناطق الأخرى من بريطانيا واسكتلندا يصعب تحديد موقع الأغلبية. شكرا لك جوناثان ليث، نائب مدير بريتش إنفلوينس، شكرا جزيلا لك.
ونختم برنامجنا مشاهدينا كما العادة بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم عن وفاة طفل هندي علق في بئر مهجورة لخمسة أيام. العرب اليوم انتهى. ننتقل الآن إلى برنامج للخبر، بقية مع زميلة أمل عراب. إليك أمل. شكرا نجلاء.